لا شيء في قطاع غزة يشي بقرب التوصل إلى هدنة أو وقف للعمليات العسكرية، فكل المعطيات تشير إلى إصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على بقاء الجيش في محور فيلادلفيا على الحدود بين مصر وقطاع غزة. وتلك قصة شائكة في مفاوضات التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في القطاع. ولكن ما أهمية محور فيلادلفيا؟ ولماذا يعد نقطة خلاف بين كل الأطراف؟ محور فيلادلفيا أو صلاح الدين شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة، يمتد المحور بطول 14 كيلومتراً على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، وبعرض مئات الأمتار من معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط. وأنشئ عليه معبر رفح البري الذي يمثل المنفذ الرئيس لسكان قطاع غزة على العالم الخارجي، وقد تم الاتفاق خلال معاهدة أوسلو عام 95 على الإبقاء على المحور بطول الحدود كشريط آمن. في أيار الماضي دخلت دبابات الجيش الإسرائيلي إلى محور فيلادلفيا، وتلا ذلك تحذيرات من الخارجية المصرية لإسرائيل بأنها تقود علاقتهما إلى حافة الهاوية، ليصبح محور فيلادلفيا بعد ذلك نقطة استقطاب في الحكومة الإسرائيلية خلال الحرب على قطاع غزة. لكن تل أبيب واصلت عملياتها لتسيطر بذلك على غالبية محور فيلادلفيا. أما المعارضة الإسرائيلية فقد جسد موقف زعيمها يائير لابيد الذي أبدى استعداده لتقديم الدعم لنتنياهو في حال قرر إعادة احتلال محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين قطاع غزة ومصر بشرط الموافقة على صفقة تبادل أسرى حماس. يأتي هذا التعهد وسط انقسام سياسي داخل إسرائيل بشأن التعامل مع الوضع في قطاع غزة، إذ يعارض وزراء اليمين المتطرف في الحكومة مثل إيتمار بن غفير وبسلائيل سموتريتش أي حلول سياسية تشمل الانسحاب من المحاور الحدودية. وفي استطلاع جديد للرأي أظهر أن أكثر من نصف الإسرائيليين يؤيدون الانسحاب من محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر لصالح إبرام صفقة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين. ويشكل وجود الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا نقطة خلاف رئيسة في المفاوضات المتعثرة منذ أشهر، وترفض مصر وكذلك حماس أي وجود لإسرائيل هناك، في حين يرى نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيضمن بوجوده عدم وصول الأسلحة إلى حماس مجددا. وفي الوقت الذي وصلت فيه مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة إلى طريق مسدود، يصر نتنياهو على مواصلة العمليات العسكرية ورفض الانسحاب من المناطق الحدودية في جنوب القطاع ووسطه، بينما تصر حركة حماس على إنهاء الحرب وعودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة. على ما يبدو أن العملية التفاوضية غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة بين تل أبيب وحماس قد باتت على المحك، فإصرار نتنياهو على مواصلة الحرب على القطاع وتمسكه بمحوري فيلادلفيا ونسارين جنوبية ووسط القطاع مع علمه المسبق أن حماس لن ترضى بأقل من الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة وعودة النازحين، وهو ما أوصل المفاوضات إلى طريق شبه مسدود خلال الفترة الحالية.